السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير؟ بخير بخير لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يحفظك. هاد الزيتون ديالك؟ ديالنا ان شاء الله. تبارك الله، الله يسر. منين جبتي؟ انا من ولاد يعقوب. من ولاد يعقوب. اه. وشحال الثمن الكيلو؟ الثمن الكيلو حنا جايبينها من الجنان، ما شارينوش. الجنان ديالك؟ ديالنا تبارك الله. مزيان، الله يبارك فيك. ولا بتبيعوا مثلا لا باش ما عندكش شي حاجه، شحال تبيع الكيلو؟ كنبيع ب 290 280 270. وباقي عندك اللي بتبيع للناس؟ لا لا ما بقاش. لا ما بقاش يعني بتبيع داكشي اللي بقى بغينا نجيبو نطحنوه. هاكا بيتي غير انت تعاود تبيعوا زيت؟ لا لا حتى الزيت. لا حتى الزيت. لا الزيت الله يعطيك الصحة بارك الله. دابا شحال داير الزيت؟ الليترة؟ الليترة الزيت كيقولوا داير 100 درهم، أنا ما كنشريهاش. ما كتشريهاش؟ لا ما كنشريهاش. ولكن إلا بتبيعها؟ إلا بغيت نبيعها نبيعها 110 درهم. 110 درهم؟ هادشي اللي إلا حسبتي الحساب هادشي اللي غيسلكك. هادشي اللي يسلكني إن شاء الله الرحمن الرحيم. كيقولوا الناس غالي و الحمد لله الله الخير موجود. الخير موجود وعلاش غالي؟ اللي غالي راه على حسب الزيتون والأزمة كاينة والجفاف. والشتا ما كايناش، هذا هو المشكل اللي جعل المصاريف كتصرفوا عليه ماشي بحال بحال نزلات الشتا. الخدام كيخدم لك من 8 الصباح لوحدة النهار. بشحال الصندوق؟ 100 درهم. لا بشحال ما دارش اليوم الصندوق؟ ما دارش اليوم الصندوق، انا 100 درهم للنهار. يعني النهار ثانيين كيكملوا الستة؟ كيبدا مع 8 يبدا مع 8 الصباح الوحدة كيمشي بحاله. الوحدة كيمشي بحاله بحاله. مزيان تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا الله يجيب لك التيسير. الله يجيب لك التيسير. السلام عليكم. كي داير؟ بخير لاباس عليك. الله يبارك فيك. هاد الزيتون ديال من؟ هاد الزيتون ديال واحد الفلاح. شي فلاح جابو باش يطحنو؟ منين؟ هذا شي حاجه من العراشة شي حاجه من الحبه. هكا شاري من تما ومن تما ولا شنو؟ شاري من السوق. هو شاري من السوق. نص من الحافات ونص من العراشة. هكا كوف شحال شراه؟ كاينه شي حاجه 240 وشي حاجه 250. ياك تبارك الله. مزيان رجعنا للصناعة. تصوري هنا وزوين. هذه بلديه ياك؟ بلديه زيت بلديه. تبارك الله. باقا الرومية ما دخلش. دابا هاد الخضرة اللي بيشريها بوحدة بشحال غتكون الكيلو؟ خضرة؟ اللي بيرقدها. اللي بيرقدها دابا غدير الكيلو هذيك بحال 14 درهم 14 درهم ونص. هاكا. خضرة الساك. هذا هو الزيتون اللي جا من ولاد يعقوب؟ هذا هو ولاد يعقوب. شاف في القناة ياك؟ القناة. ويجي؟ القناة ديالك. تبارك الله. بيطحنوا عندكم؟ دابا أول كليان، أول مرة يجي عندكم هاد الكليان. جا شاف كيف القناة البارح وجا في الطحين طحنوا. عاود جاب ثاني. خرجت ليه الزويته زوينه. عجبت الجوده وعجبو كل شيء وعقب جا تبارك الله. كيتسلى معاصر هو راه جاي من ولدي يعقوب. مزيان. هذا من اليوتيوب ديال عزيزه السرغيني. الله يحفظك. ها شحال؟ عند الزيتون باقي عندي طار ديال الزيتون. طار تبارك الله. مربي بالماء هو ماشي. راه قال لي دخل مدخل مربي بالماء هو هي بطبيعه الحال ما كايناش الشتات. هذا السلعه ديال من؟ السلعه اللي حطها واحد الدري هذه 240. 240؟ اه حيت دابا قال لك السوق راه زعما الزيتون راه زاد. كيفاش هذه 240؟ زاد ما والو مازال ما كاينش الشاري. دابا فلوس مازال ما كاينش الشاري. وعلاش كيزيدوا في الاثمنه؟ الاثمنه كيزيدوها الروسم. اوكي. دابا اللي كيبيعوا به هنايا 240. 240 مزيان. هذه دابا شاده النوبه. النوبه شحال هادي؟ 260. هادي هي اللي خدامة كتطحن في الحجرة هادي. راه مليحة زوينة. طون ديال الزيتون. طون. مولاها من العطاوية. من العطاوية. من العطاوية. منين جابها الزيتون؟ منين؟ الزيتون شاريه من هنا من القلعة. شرا من هنا وبيطحنوا هنايا هو من العطاوية. ومن العطاوية. علاش ما عندوش هما الزيتون ولا؟ عندهم الزيتون هو كطحن من القلعة ديما كنطحن هنايا. كنطحن الزيت ديالنا. كليان عندكم هو قديم. كليان احنا قديم. تبارك الله. سميتو شعيب العطاوية راه السمية ديالو في الحال. أجي تشوف الزيتون ديالو. السلعة ديالو هي. 1000 طن. 1000 كيلو. 1000 كيلو. نعم خدمت. السلام عليكم. كي داير اخويا بخير؟ لاباس عليك؟
جيتي لمعصرة تطحن الزيتون؟ مزيان. شحال جبتي تاع الزيتون؟ بحال 4 قناطر. 4 قناطر تبارك الله. دياولك الجنان ولا شريتي الزيتون؟ دياولك. تبارك الله. من اين بلاصة؟ جبيل. الزيتون ديالها زوين. واحد الفلاحني درت معاه واحد الفيديو جاب الزيتون من الجبيل زوين ما شاء الله. الزيتون زوين جابو تبارك الله. الزيتون بلدي. بلدي وعا البلدي. مزيان. أول عطا شوية عشان ماشي. عطشان. غير كتسقيو. مزيان هاي جبت السير. يعني خاسرين عليه شلا. ضروري خاسران ما خسرت على هاد الحاجة. عندك الصح. دابا عندكم بالبوطة ولا بالطاقة الشمسية؟ لا بالطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية. وكاين الماء؟ شوية شوية. شوية. مكاينش الماء. قليل. قليل. إيوا الله يرحم فينا. الزيت ديالك باقي ما وجدش؟ لا مازال، انا حطيته دابا. حطيتي دابا يلاه غيتطحن، شاد النوبة. مزيان. شكرا، الله يحفظك. تبارك الله انتوما، شوفوا الخير. ما شاء الله. زيت المليح. تبارك الله، شوفوا شحال غليظ. ما شاء الله، شوفوا الحبة قداش، ما شاء الله، اللهم بارك. تبارك الله خير الله سبحانه وتعالى ما شاء الله.